Assalamu alaikum everyone, Sammy did the reaction back with other reaction be suggesting requesting this خيالية من سورة القصص وسام زعرب. I have no idea about this. It's about Quran and yes. So if you love my reaction, smash a button, subscribe, notification on, give it love. That's all I need. And let's start and check it. What's going on here, yo lovers? Yes, my Twitter, my Instagram, it is here. My name is Samir. I'm from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia, and Google it, we know it. And yes, that's all I need. Follow me in Instagram and Twitter and smash the button, subscribe, notification on here for more suggestions, more questions like this. And that's all I need. And let's start and check it. What's going on here? Let's start and check what's going on here. 3, 2, 1, it's coming right now. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان
موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون واو واو thank you for suggesting requesting this amazing to listen to Quran I never listened to this a surah never the story of a prophet Musa in media reaction Quran I have no idea so I'll be react and I do reaction so yes this is me so if you love my reaction smash button subscribe suggestion request and give me love and that's all I need and see you in next video inshallah thank you for watching and see ya in next video inshallah thank you for watching thank you